الصف الكهرباء يوم الأسر في الحكومة الحالية مثلما كان الجولات التراخيص صفحة سوداء في ذلك الحكومات السابقة. فنتمنى من رئيس الوزراء أن يجد الخصص حتى لا تكون حكومته يشغل قبل الشعب العراق والأجيال القادمة، لأن الخصص يكون حتى لمدة 20 عاما، وهذا يمنع عدم رفاهية العوائل الكبيرة بالكهرباء خلال هذه المدة المذكورة، لأن الخصص تضر الماضي أكثر مما تنفعهم. وإننا نؤكد إصرارا على استدواء مدير الكهرباء ولا يمنعنا أي تحفظ بالأمر ما كان حجمها السياسي من الاستدواء، وإنما حصل في الجلسة الماضية من عدم اكتمال المصاب القانوني لجلسة الاستدواء التي تعالت هكذا في الوزير فلم تحميه من الاستدواء حتى لو كانت آخر جلسة في الدورة الحالية. وإننا نؤكد على أن ملف خصص الكهرباء هو وحده كافي لإقالة الوزير، ناهيك عن وجود شبهات أخرى مالي وإداري في الوزارة، لأنه مقتصر على بعض شركات التابعة لبعض السياسيين المتنفذين في الدولة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لجني الأموال، وهذا هو نوع من أنواع الفساد لسرقة الأموال من جيوب المواطنين الفقراء. فما هو عمل موظفي وزارة الكهرباء بعد الخصصة، خصوصا أن هنالك آلاف الموظفين والعقود في الوزارة؟ ما هو مصيرهم؟ هل سيتم تسريحهم من الوظيفة أم يكونوا طالعين في الوزارة ويتقاضون رواتب بدون عمل؟ بينما كانت الوزارة في زمن النظام البائد موظف واحد يجري قضايا يحميه. فما هو الشيء الذي اختلف في هذه الوزارة، مع العلم أن عدد الموظفين في الحكومات الحالية هو يعادل 10 أضعاف، وكذلك التخصيصات المالية المخصصة هي أيضا تعادل 10 أضعاف في زمن نظام البلد، ولكن هذه الطريقة هي نوع من أنواع الفساد الذي يصل إلى جيوب المواطنين وكل الشعب، لأن الوزارة الآن في تقشف وكل الأموال ذهبت في جيوب الفاسدين، ولم يكتفوا في هذا ولجوا إلى هذه البدعة الجديدة وهي بدعة المخصصة، مع العلم أن وزير الكهرباء وعد من الاستجواب العراقي في الاستجواب السابق بأنه سوف يقوم بزيادة الطاقة الكهربائية للمواطنين 24 ساعة، ولكن ما حصل اليوم من سيء إلى أسوأ. وإننا نستغرب تطبيق المشاريع الفاشلة من خصخص الكهرباء وجولات التراخيص في محافظات الوسط والجنوب دائما، وهل هذه المحافظات هي أحد تجارب الحكومات السابقة؟